السلام عليكم، يعطيكم العافية. بهذا الفيديو بدنا نمشي على سلايدز الدكتور لموضوع الأوجينيسيس 1 and 2 اللي احنا اوريدي غطيناها كامل. اوكي، شو هو الميوس وشو هو الأوجينيسيس؟ هي عملية تصنيع الأوسايتس بالفيميلز، اوكي، اللي هي عبارة عن ميوسيس of 6 cells in the ovaries. اوكي، راح نشوف how moms prepare their 6 cells، انهم كيف بيصنعوا 6 cells او الجاميتس اللي هم الأوسايتس او الإيجز. اوكي، to be ready for fertilization، عشان يكونوا جاهزين لعملية الإخصاء. اوكي، السكس سيلز اللي هم الأوسايتس أو الإيجز are not ready for fertilization at the time of birth، شيء أكيد صح. They six cells oocytes or eggs need to wait until the girl become mature so she can physically carry the baby أو get pregnant. أوكي، شيء أكيد إن هم يعني عند الولادة ما بيكونوا الأوسايتس جاهزين، لكن هم بلشوا عملية التصنيع. يعني في نقطة إضافية عن الميل، الميل ما بلش عملية التصنيع، لكن الأنثى بلشت الميوسيس بس لسه مش 100% جاهزة. أوكي، متى الـ they become mature at puberty. أوكي، وبيبلش عندها اللي هو المنسترول سايكل أو الدورة الشهرية. This means that oocyte undergo a long journey to become ready for fertilization. أول إشي اللي هو الانترايوتيراين مع البيرث، إحنا اجمعوها مع بعض، بعدين during childhood، بعدين شو بيصير at puberty. اوكي، before birth هون نحكي انه at female who is pregnant with a girl، احنا بنحكي عن الجير هاي نفسها. اوكي، يعني احنا بنحكي عن الانثى كيف بتصنع اوسايت لما هي بنفسها ما انولدت، يعني لما هي نفسها كانت جنين، صح؟ اوكي، شو الاوريجن تبعنا؟ هم البرايمورديال جيرم سيلز. من وين اجوا؟ الابيبلاست. طيب عند الميل ما حكينا انهم بيجوا من الابيبلاست، معناته ما بيجوا؟ لا بيجوا، بس هناك ما كان مكتوب في السلايد بكل بساطه. اوكي، سو بالاخير هم نفسهم هذول البرايمورديال جيرم سيلز، سواء ميل او فيميل، هم جايين من الابيبلاست. اوكي، بعدين بيروحوا لليولك ساك. اوكي، بعدين لما ينمو الجونادز او الغدد الجنسيه اللي هم الفيوتشر تيستيز او الفيوتشر اوفريز، بيروحوا هناك وبيقعدوا فيها وبتغير اسمهم، ببطل البرايمورديال جيرم سيل، هون بيصير لهم اسم سبيسيفيك اللي هو يا اما ذكر يا اما انثى. اذا ذكر بنحكي سبرماتوغونيا، الانثى بنحكي انهم اوغونيا. نفس الشيء، they are formed from the epiblast، هاي نفس الديسك اللي احنا رسمناه، طبقة علوية epiblast تحتها hypoblast وهذا اليولك ساك، فخلايا من الابيبلاست بتروح بتهاجر لليولك ساك، وهن يعني هذول هم البرايمورديال جيرم سيل، هذا اليولك ساك. هذول الصور انت هلا حتشوفها كثير صعبه، لكن بعدين حنخليها يعني اسهل ما يكون. اوكي، تمام. بعدين during the fourth week till the end of the fifth week، انا دائما بالشرح مش كثير بركز على الزمن، فانتوا هون احفظوه لانه يعني للاحتياط للامتحان، لكن انا مش كثير بركز عليه انه بالضبط اي اسبوع. المهم، البرايمورديال جيرم سيل كانت تعمل مايتوسيس، لما فاتت في الجونادز، اوكي، شو صار اسمها؟ صار اسمها اوغونيا. الأوغونيا 100% هي ديبلويد، هي 2N. أوكي، يعني هي عبارة عن يعني خلية لسه ما عملت ميوسيس، فبتضلها يعني تعمل ميتوسيس 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 ميتوسيس. هلا سنجل ستراكتشرد مش شرط صراحة، سنجل ستراكتشرد يعني انه ما فيها سيستر كروماتيدز. هلا ماشي احفظوا انها سنجل، لكن ما هي بتضل مش بتضل تعمل ميتوسيس، سو راح تدبل فتصير سيستر بعدين تفصل، بعدين تدبل تصير سيستر بعدين تفصل. سو هذا معنى كلمة سنجل ستراكتشرد، انه ما إلها سيستر كروماتيدز. فعليا هي بيكون إلها بتعمل ميتوسيس ببطل، بيكون إلها بتعمل يعني بترجع بتعمل سيسترز بعدين بتعمل ميتوسيس بتفصلهم، تعمل سيسترز ميتوسيس بتفصلهم. اوكي، تمام. What would oogonia do in the ovaries? Okay, by the end of the third month. برضو الأزمان أنا دائما ما بركز عليها، فيعني لازم تضيفوها لشرحي لأني ما بركز عليها. Okay, oogonia arranged in clusters surrounded by large follicular cells. بس إيش بتكون؟ flat أو squamous. لاحظ زي ما رسمناها هيك إنها squamous أو حرشوفية. Okay, فبيبلش يبين عنا الفوليكلز أو الحويصلات. ليش موجوده جوا فوليكلز؟ عشان تحميها وتو فيزيكلي سبورت ات، وبتفرز شيء انا نسيت احكي عنه بالصوره، خلينا نعمل بوز ونروح نحكي عنه عشان قبل ما نكمل اللي مكتوب هون. هاي الفوليكل هي اللي بتمنع الاوسايت انها تكمل الميوسيس، هذا شيء انا يعني نسيت احكي عنه مهم جدا. بتفرز شيء اسمه او ام اي اللي هو اوسايت ماتشوريشن انهبيتر. اوكي، هرمون هذا مين بيفرزه؟ البرايمورديال فوليكل، هذا هرمون. اوكي، بتفرزوا البرايمورديال فوليكل اسمه الاو ام اي او الاوسايت ماتشوريشن انهبيتر، بمنعها انها تكمل ميوسيس 1 بالمستقبل. اوكي، طيب نكمل. زي ما حكينا هون هاي لساتها اوغونيوم،
اوكي، بعدين هون صارت برايمري اوسايت لبرايمري اوسايت، بلشت مايوسز 1. اوكي، بلشت مايوسز 1 معناته لسه ما فصلت شيء، لساتها 2 ان، واكيد دبل ستراكتشرد انه الها سيستر كروماتيدز، وبتكون تحديدا في مرحله الدبلوتين ستيج اللي بتكون عامله كيازماتا او تتراد، اللي هي هاي المرحله اللي فيها كروسنج اوفر، فبيعطيها فتره طويله جدا للكروسنج اوفر. اوكي، بعدين بضلهم يزيدوا 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 يزيدوا، تقريبا على الشهر الخامس حكينا بيوصلوا 7 مليون. اوكي، بعدين ماني اوغونيا اند برايمري اوسايت بيكم اتريتيك، يعني بيموتوا. اوكي، بيصير لهم اتريز، بيضلوا يموتوا 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 يموتوا، وبيقل العدد لانه عند الولاده بيوصل ل 200 الف. اوكي، سو ماجوريتي اوف اوغونيا بيموتوا، تمام، الا فيو اللي موجودين عند الاسطح، يعني ايش عند الاسطح؟ اللي هم عندهم البلاد سبلاي، يعني هذول هم اللي بيعيشوا، اللي جوا بيموتوا. اوكي، المهم هذول هم اللي بيعيشوا، وشو ببلشوا يعملوا؟ بفوتوا مايوسز 1، ببلشوا مايوسز 1، فبصير اسمها برايمورديال فوليكل. مين هي اوكي قبل ما نحكي برايمورديال شو بصير اسمها؟ بصير اسمها برايمري اوسايت. لما تبلش مايوسز 1 شو بصير اسمها؟ برايمري اوسايت، تمام. هلا وكل وحده بتصير محاطه بسنجل فلات سيل، او سوري يعني كل وحده سنجلي بتكون محاطه بالفوليكل، فبصير اسم الفوليكل برايمورديال فوليكل. سو هاي اللي بالصوره برايمورديال فوليكل، شو جواها؟ جواها البرايمري اوسايت. اوكي، نير ذا تايم اوف ذا اوف بيرث كلهم يا اما بيكونوا عملوا مايوسز 1 او ماتوا الله يرحمهم. اوكي، ما في غير هيك بالنسبه للاوغونيا. اوكي، وما بيكملوا، بيضلوا arrested in the diploten stage اوكي of prophase of meiosis 1. اوكي، طيب primary oocyte remain arrested in prophase of meiosis 1 تحديدا الديبلوتين ستيج، and do not finish their first meiotic division لحد البيوبرتي. مين اللي بيحافظ على هذا الشيء؟ اللي هو الOMI. اوكي، بتفرزوا الفوليكولار سيلز، تمام، يعني بيبتايد صغير او بروتين صغير بتفرزه الفوليكولار سيلز، وبيعمل انهيبيشن للماتوريشن تبع الاووسايت. اوكي، ات بيرث ذا توتال نمبر حكينا، يعني اول شيء بيكون 600 ل 800، بعدين بالاخير راح يوصل، احنا حكينا يمكن الرقم 200 الف، لا غلط كان 800، الارقام يعني مش كتير بتهمنا. اوكي، المهم من 600 ل 800 الف. اوكي، هذا التوتال نمبر. اوكي، وزي ما حكينا انه هي برايمري اوسايت جوا برايمري فوليكل. ديورينج تشايلد هود معظمهم بيضلوا يموتوا 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 يموتوا، بالاخير بصفي عندها عند البلوغ 400,000 40,000. والله ممتاز 40,000، لا يا دوب بتستخدم منهم 500، لانه كثير منهم حيموتوا، وهي كل شهر ما يعني ما بتجهز وحده، لا بتجهز 30 وحده، 29 بموتوا مثلا، وحده هي اللي بتعيش. اوكي، الارقام طبعا يعني فيش شيء ثابت. اوكي، هيك يعني تقريبا. اوكي، سو اقل من 500 راح فعليا تستخدمهم، راح يعملوا ovulation. اوكي، هلا نروح للبيوبرتي في السلايد اللي بعده، اللي هو بيحكي لنا انه ات بيوبرتي شو راح يصير عندنا. ات بيوبرتي هون نبلش في البيوبرتي. طيب مين اللي بيقرر البيوبرتي؟ يس يو جست ات، اللي هو الهايبوثالامس البيج بوس. اوكي، وبتصير مونثلي تفرز زي ما حكينا، انه اول 10 ايام مثلا، او اللي هو من اليوم الخامس لل14 تفرز اف اس اتش لحاله، بعدين بصير اف اس اتش وال اتش تقريبا. اوكي، الهايبوثالامس شو بتفرز؟ بتفرز جي ان ار اتش، جونادوتروبين ريليزنج هرمون، بياثر على الانتيريور بيتويتري، اسمها الثاني ادينو هايبوفيسز. اوكي، هلا هايبوفيسز الفانسي نيم او الاسم الاصعب للبيتويتري. اوكي، ادينو يعني غده. اوكي، ليش؟ لانه عندنا انتيريور بيتويتري هي غده، بوستيريور بيتويتري هي خلايا عصبيه، ف البوستيريور بنسميها نيورو هايبوفيسز، الانتيريور بنسميها ادينو هايبوفيسز. اوكي، المهم بتروح بتفرز الاف اس اتش اوكي والال اتش. اوكي، اللي هم هذول نعتبرهم جونادوتروبينز. اوكي، المهم هلا شو بيروحوا بيعملوا؟ مينلي الاف اس اتش بيروحوا بياثروا على الفوليكل، الال اتش حكينا بيعمل ثلاث شغلات، اللي هو بيخلي البرايمري اوسايت تكمل مايوسيس 1 وتبلش في مايوسيس 2 وتصير سكندري، وبيعمل انقباضات عشان تعمل الاوفيوليشن، وبيكون الجسم الاصفر. هلا بنفس الوقت بتكون الاوفري بالاول بتصنع استروجين لحاله، بعدين بصير تصنع استروجين وبروجستيرون، فبيعملوا التغيرات على بطانه الرحم، اندومتريوم يعني بطانه الرحم، اللي هي المنسترول سايكل اللي بعدين راح نركز عليها. اوكي، الاوفيريان سايكل زي ما حكينا بيكون عندنا اف اس اتش وال اتش، الاف اس اتش بس بياثر على الفوليكل، ال اتش على الاوفيوليشن وعلى الكوربس لوتيوم، وعلى انه بيحولها من برايمري اوسايت الى سكندري اوسايت. اوكي، طيب
المهم الاف اس اتش اسمه فوليكولار ستيمولاتينج هرمون، بياثر على 15 20 25 30، المهم اوكي على يعني انهم ينمو، اوكي يعني بياثر على 15 ل 20 فوليكل عشان انهم ينضجوا كل شهر، اوكي بس بالاخير احسن وحده منهم هي اللي بيصير لها فولي ماتشوريشن وبتصير تفرز اشياء بتموت ال 19 اللي ضلوا عشان ناخذ احسن وحده فيهم. اوكي المهم بتمر في عده مراحل زي ما حكينا، بتكون برايمورديال فوليكل، شو جواها؟ جواها برايمري اوسايت، بعدين بتصير برايمري فوليكل، شو بيكون جواها؟ برايمري اوسايت. اوكي بعدين بتصير سكندري فوليكل، شو جواها؟ برايمري اوسايت. لما تصير تيرتشري فوليكل، هون المكان الوحيد اللي بيصير فيها سكندري اوسايت. لهم اسماء ثانيه، احنا اكثر شيء بنركز على هاي اللي هي بري اوفيولاتوري او جرافيان او تيرتشري فوليكل، اوكي او تيرتشري فوليكل. اوكي هلا برضه هو ممكن تحكي السكندري اللي هي السكندري هي الانترال لانه فيها بطن، اوكي البرايمري ممكن تسميها بري انترال اللي هو قبل ما يصير فيها بطن، اوكي يعني مش الشيء المهم كثير. لاحظ هون هيها كانت برايمورديال، صارت برايمري، صارت سكندري، صارت تيرشري، انفجرت. اوكي هذا اللي طلع هو الكورونا رادياتا جواها سكندري اوسايت، واللي ضل شو بيصير؟ الجسم الاصفر. اذا في حمل بيضل عايش طول الحمل، او خلينا نحكي على الاقل في الاشهر الاولى من الحمل، بعدين اذا ما في حمل دايركتلي بيموت وبصير في نزيف في بطانه الرحم. اوكي هاو ذا برايمورديال فوليكل بيكمز برايمري عن طريق الاف اس اتش، بياثر على الفوليكولار او الجرانيولوزا سيلز، بيضلهم من فلات لكيوبويدال لستراتيفايد كيوبويدال، وبيفرزوا زونا بيلوسيدا. مين بيفرزوا؟ الاثنين بيكرهوا بعض، البرايمري فوليكل اوكي والبرايمري اوسايت، الاثنين بيفرزوا هذا الزونا بيلوسيدا. اوكي الاثنين بيفرزوا، الاثنين بيكرهوا بعض، تمام. اكيد بيكونوا قاعدين اونرستنج ممبرين، هاي قاعده غصبا عنا، ما في ابيثيليال تيشو، حكيناها في الهيستولوجي، ما في ابيثيليال تيشو الا تحته بيزمنت ممبرين غصبا عني وعنك وعن الكل. اوكي اذا في ابيثيليوم راح يكون قاعد على بيزمنت ممبرين. اوكي المهم تمام، وبرا بيكون في عندنا ستروما، ستروما يعني زي كونكتيف تيشو. اوكي عندنا ثيكا انترنا، ثيكا انترنا فيه خلايا افرازيه، بينما الثيكا اكسترنا لا اتس جاست ا فايبرس كبسول يعني بيعطيها فيزيكال سبورت. اوكي وهون الزونا بيلوسيدا مين بيفرزها؟ الاثنين بيكرهوا بعض، الجرانيولوزا والبرايمري اوسايت. اوكي طيب يعني هاي الطبقات كلها حكينا عنها، تمام. هاي هي البرايمري فوليكل. سو لو سالك شو فيها البرايمري فوليكل من برا لجوا، ثيكا اكسترنا، ثيكا انترنا، جرانيولوزا سيلز، زونا بيلوسيدا، بعدين البرايمري اوسايت. اوكي طيب لساتها طبعا البرايمري اوسايت زي ما هي، ما صار عليها تغيير. البرايمري فوليكل نفس الشيء حكيناه، اوكي كله هذا حكيناه. طيب هلا بعدين شو بتصير؟ سكندري، بالسكندري بصير فيها سبيس بنسميها انترم او بطن، بالاول بتكون صغيره بعدين بتصير كثير كبيره. اوكي طيب اوكي السكندري شو فيها؟ خلينا نحكي فيها ثيكا اكسترنا، فيها ثيكا انترنا، فيها جرانيولوزا سيلز، فيها انترم، فيها زونا بيلوسيدا، فيها برايمري اوسايت، لساتها زي ما هي. اوكي هلا الفكره انه برضه في عندنا استروجين، بس بالمرحلتين في استروجين، يعني سواء لما كانت برايمري او سكندري هاي يعني بتنطبق على الحالتين انه في استروجين. مين بيفرزه؟ الثيكا انترنا بس، لا زائد الجرانيولوزا سيلز، هي مكتوبه هون. اوكي سو دير بالك الاثنين بيفرزوا الجرانيولوزا والثيكا انترنا، وركزوا هاي الشغلات اللي بيجي عليها يعني انه التركات. مثلا ممكن يحكي لك اونلي جرانيولوزا بصنع استروجين، غلط. او مين من هدول الخلايا بتفرز استروجين؟ الجرانيولوزا والله بتفرز، الثيكا انترنا والله بتفرز، الكوربس لوتيوم اللي رح نتعرف عليه بعدين والله بيفرز، طيب الثيكا اكسترنا لا ما بتفرز، البرايمري اوسايت لا ما بتفرز. اوكي بعدين المرحله اللي بعدها بتكون بتاثير ال اتش والاف اس اتش. هلا الاف اس اتش اثر على الفوليكل نفسها، ال اتش اثر على الاووسايت. اوكي فبالاخير بنوصل لهاي المرحله اللي هي البري اوفيولاتوري فوليكل او الجرافيان فوليكل او التيرشري فوليكل. يعني هو هون مكتوب انه اندر ذا انفلوينس اوف ال اتش، ماشي يا سيدي احفظها، بس هو ال اتش واف اس اتش، بكون الاف اس اتش بياثر على الفوليكل والال اتش بياثر على اللي جوا. اوكي المهم هاي شغله كمان انا نسيت احكيها، انتبهوا لها، اسمها الكيومولس اوفورس. اوفورس يعني بويضه، خلينا نحكي كيومولس يعني انه مجمع، انه هاي المنطقه اللي هون بنسميها كيومولس اوفورس، هاي اللي راح تنفجر. اوكي شو اسمها؟ كيومولس اوفورس، اللي هو المكان المتراكم فيه البويضه. اوكي اندر ذا انفلوينس اوف ذا ال اتش بنكمل مايوسيس 1. اوكي وبصير عندنا تو دوتر سيلز، المفروض انه التنتين نسميهم سكندري اوسايت، لكن بتعمل شيء ذكي، بتعطي كل السيتوبلازم لخليه واحده. اوكي هاي بتصير سكندري اوسايت وبتبلش مايوسيس 2 وارستد ان ذا ميتافيز. اوكي تمام، هاي 3 اورز قبل الاوفيوليشن تقريبا. الثانيه ما بعطيها اي سيتوبلازم، بحكي لها يلا موتي. اوكي بسميها الفيرست بولر بادي، جسم قطبي، لانك بتكون على قطب البويضه. اوكي
طيب تمام، هاي ايش ايش فيها الجرافيان فوليكل؟ نفس الشيء، بلش من برا، ثيكا اكسترنا، ثيكا انترنا، الفوليكولار سيلز او الجرانيولوزا سيلز، انترم قد الدنيا، زونا بيلوسيدا. هون مش برايمري اوسايت، لا سكندري اوسايت وفيرست بولر بادي. اوكي، ونفس الشيء لسه الثيكا انترنا والجرانيولوزا سيلز بفرزوا الاستروجين. ما بعد هاي الاشياء راح ندرسها ان شاء الله في يعني المحاضرات القادمه. يعطيكم العافيه وبالتوفيق.